بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ في الفيديو ده شرح الاندرولوجي. والاندرولوجي عندنا 3 محاضرات. في اول محاضرة هيبقى فيها او 3 فيديوهات. اول فيديو هيبقى فيه اللي هو السيمونوجرام والميل انفيرتيليتي. والفيديو اللي بعده هتلاقي فيه الاركتايل ديسفانكشن. والفيديو اللي بعده هتلاقي فيه البري ماتيور ايجاكوليشن. ودول المواضيع اللي عندنا في الاندرولوجي. وهي مواضيع كلها صغيره وسهله، وان شاء الله يعني مش هتاخد وقت كتير. يعني هنشرح في المحاضره ده، هنبدا بالسيمينوجرام. والسيمينوجرام دي اللي هو هنعمل يعني ايه سيمين اناليسيس، تمام؟ هنعمل تحليل للسيمين عندنا. اللي هو الاول كده نشوف الباسوي بتاع السبيرم ده ايه. قال لك اللي هو السبيرم ده بيطلع من حاجه اسمها ايه، التستيكلز، تمام؟ بيبدا يطلع من التستيكلز ويطلع فوق في اللي هو التستيكلز دي، اصلا فيها حاجات اسمها ايه، تيوبيولز كده، اسمها السيمينيفرال سيمينيفراس ايه تيوبيولز. يبدا يمشي في السيمينيفراس تيوبيولز ده ويطلع يروح لمين، للابيديديمز اللي هو ده. وبعد ما يطلع من الابيديديمز، شايف الضغط الطويله دي، يبدا يمشي في الضغط ديت اللي اسمها الفاز ديفرنس، تمام؟ وبعد كده يجي من الفاز ديفرنس، يجي هنا كده هيبدا اللي هو الفاس ديفرنس مع اللي هو السيمينال فيسيكل يتحدوا مع بعض ويكونوا له حاجه اسمها ايجاكولاتوري داكت، تمام؟ وبعد كده الايجاكولاتوري داكت تعدي على اللي هو البروستات، وبعد كده يبدا اللي هو السيمين يطلع بره الجسم اللي هو عن طريق مين؟ عن طريق اليوريثرا. يبقى ده ايه؟ ده الباس واي بتاع السبيرم. يبقى هو طلع من التستيكلز، بعد كده راح للابيديديمز، بعد كده طلع من الابيديديمس عن طريق اللي هو الفاس ديفرنس، ومن الفاس ديفرنس بدأ يخش فيه اللي هو الايجاكيولاتوري داكت اللي هي جايه من اتحاد السيمينال فيسيكلز مع مين؟ مع الفاس ديفرنس، كوننا ايجاكيولاتوري داكت. وبعد كده عدى على البروستات، وبعد كده يبدأ يخش فين؟ في اللي هو يبدأ يخرج من الجسم عن طريق مين؟ اليوريثرا، تمام؟ ده التركيب بتاع السبيرم، ده النورمال بتاعه، تمام؟ التركيب الطبيعي. اول حاجه عندنا الهيد، والهيد من قدام بيبقى فيها اللي هو الايه، الاكروسوم. والاكروسوم ده اللي هو الجسم القمي اللي احنا كنا عارفينه في الاعدادي. عندنا بعد كده الهيد بيبقى جواها نيوكليوس، تمام؟ والنيوكليوس جواها الدي ان ايه الخاص بمين، بالحيوان المنوي. عندنا بعد كده في اللي هو الميد بيس، والميد بيس ديت بيبقى فيها ايه، الميتوكوندريا الخاصه بالانرجي اللي بيدي الطاقه ليه، الايه، للسبيرم. اما الجزء اللي هو التيل، والتيل ده خاص بالموتيليتي، الموتيليتي الحركه بتاعت مين، بتاعت السبيرم. يبقى السبيرم بيتكون من هيد، والهيد جواها نيوكليوس، ومن قدام في اكروزوم اللي بيديله الشكل اللي هو القمة بتاعه ده. عندنا بعد كده النيوكليوس جواها دي ان ايه، تمام؟ عندنا بعد كده اللي هو الميد بيس اللي هو اللي هي القطعه المتوسطه، بتبقى فيها الميتوكوندريا الخاصه بالطاقه، تمام؟ عندنا بعد كده في اللي هو التيل، والتيل ده خاص بالايه، بالحركه بتاعته، تمام؟ عندنا بعد كده شويه ارقام كده مهمه، اللي هو السبيرم فوليوم، الحجم بتاع اللي هو السبيرم ده بيبقى حوالي من 1.5 مللي ل 5 مللي، تمام؟ من حوالي من 1.5 ل 5 مللي. عندنا السبيرم كونسنتريشن او السبيرم كاونت بتبقى حوالي اكتر من 15 مليون لكل ملي لتر، تمام؟ حوالي اكتر من 15 مليون لكل ملي لتر، ده السبيرم كاونت او السبيرم ايه، كونسنتريشن. طب التوتال بقى كله بيبقى حوالي اكتر من 39 مليون، تمام؟ عندنا بعد كده في حاجه اسمها البروجريسيف موتيليتي، والبروجريسيف موتيليتي دي بتبقى اكتر من 32%. عندنا بعد كده السبيرم مورفولوجي، والمورفولوجي ده بيبقى حوالي فيه ابنورمال، شويه ابنورمال كده، حوالي اكتر، حوالي ايه، 4%، تمام؟ عندنا بعد كده في اخر حاجه اللي هو النون سبيرم سيلز، يعني خلايا ملهاش دعوه اصلا باللي هو الحيوانات المنويه، الحيوان المنوي ده خالص، وهي بتبقى اقل من 1 مليون لكل ملي لتر. اهم ثلاث ارقام هو اللي هو اول واحد من 1.5 ل 5، وده اللي هو الفوليوم، تمام؟ وبعد كده الكاونت اللي هو اكتر من 15 مليون لكل ملي لتر، والموتيليتي، تمام؟ واللي ايه، البروجريسيف موتيليتي بتبقى اكتر من 32%. دول اهم 3 ارقام، وعليهم الوقت هنبدا نبني الابنورماليتيز اللي بتيجي فين، اللي بتيجي في اللي هو في التكوين بتاع السبيرم، تمام؟ عندنا بقى اول حاجه شويه تعريفات، والتعريفات دي مهمه واكيد هيجي لك واحد فيهم في الامتحان، تمام؟ عندنا اللي هو اول حاجه
في تعريف اسمه الازوسبيرميا، والازوسبيرميا دي من اسمه. تسمع كلمة ازو، يعني ازو ديت معناها ان ده هنتكلم عن السبيرم، تمام؟ اما لما يقول لك سبيرم يعني اسبيرميا، يعني هنا دلوقتي بيقول لك ازو سبيرميا، افرقها ازاي عن اسبيرميا؟ تمام، ما هي ايه، احنا عارفين ان ايه ده حرف نفي، تمام، يبقى ايه ده كده بينفي، بينفي اللي جاي. زو ديت يعني ايه؟ السبيرم بس. اما اسبيرميا دي مين؟ دي اللي هو السيمن، تمام، اللي هو اصلا السيمن اللي جواه مين؟ اللي جواه السبيرم، يعني السبيرم جزء من السيمن، تمام، انما السيمن ده الفلويد كله، يعني الشخص بيطلع فلويد، تمام، فلويد اللي هو السيمن، جوه السيمن الحيوانات المنويه اللي هي اسمها ايه؟ السبيرم، تمام. فيبقى ازو ديت حاجه خاصه بالايه؟ بالحيوان المنوي، الحيوانات المنويه اللي هي السبيرم. اما سبيرميا خاصه بمين؟ بالسيمن اللي هو السيمن الفلويد، تمام، دي الفلويد، تمام، يا ريت نفرق بينهم. يبقى عندنا الازوسبيرميا اهو، مفيش سبيرم، مفيش سبيرم في الايه اللي هو الايجاكيوليتد، تمام، يعني اللي هو الايجكشن اللي طلع ده مفيش فيه سبيرم. اما طب تعال نفوت بقى على اللي هو السبيرميا. السبيرميا قال لك غياب مين؟ اللي هو السيمين فلويد، الفلويد نفسه اللي هو الايجاكيوليشن نفسه، مفيش ايجاكيوليشن اساسا، ما بيطلعش ايجاكيوليشن، سواء بقى حصل له مثلا ريترو جريد ايجاكيوليشن، بدل ما يطلع لقدام رجع لورا وراح للمثانه، تمام، ده اسمه ريترو جريد ايجاكيوليشن، ما طلعش اصلا اي سيمين اساسا، ما طلعش اي فلويد، تمام. اما الازوسبيرميا دي زي مثلا اوبستراكتيف، لو كان في مثلا اوبستراكشن في المسار اللي احنا قلناه فوق، المسار ده في اي حاجه في المسار ده، تمام، سواء في الفاس ديفرنس او في الابيديديمس او في الايجاكيولاتور داكت، تمام، فده حصل اوبستراكشن، تمام. عندنا بعد كده ممكن يكون سببها في الازوسبيرميا، ممكن يكون سببها مثلا فانكشنال، سواء ايه اللي هو التيست، يعني في يعني في حاجه يعني التيستس اللي هي اصلا المفروض بتطلع السبيرم بتبقى فيها مشاكل، تمام، في حاجه اسمها برايمري تيستيكولار فيلير، تمام، فيها مشاكل في التيستس نفسها، تمام، او حاجه اسمها الكلاين فلتر سندروم، والكلاين فلتر سندروم ده جينيتيك، تمام، جينيتيك ديس اوردر. يبقى عندنا من اول تاني كده الازو سبيرميا، الازو سبيرميا قلنا ازو يبقى حاجه خاصه بالسبيرم، تمام، يبقى مفيش، احنا قلنا ايه يعني نفي، يبقى مفيش سبيرم، تمام، دي بتبقى مع ايه مثلا اوبستراكتيف ازو سبيرميا، اللي هو عندنا فيلير في الترانسبورت عن طريق مثلا حصل اوبستراكشن في فاز ديفرنس او الايجاكولاتور داكت او كده، او عندنا الفانكشنال ازو سبيرميا زي ايه حصل بقى الفانكشنال اللي هو في الفانك، يعني حاجه الحاجه اللي بتطلعه اساسا، تمام، اللي هي المين اللي بيطلع اصلا السبيرم ده، التيست، تمام، يبقى في مشاكل في التيست، حاجه اسمها برايمري تيستيكولار فيلير او الكلاين فلتر سندروم، تمام. عندنا بعد كده اللي هي الاسبيرميا، الاسبيرميا قلنا غياب ايه السيمين الفلويد كله على بعضه بقى، يعني مفيش فلويد ولا سبيرم ولا اي حاجه، كله يعني السيمين كله مش موجود، تمام. عندنا بعد كده في الاوليجو سبيرميا، والاوليجو سبيرميا ديت بيبقى نقص في الكاونت زي ما قلنا فوق، تمام، احنا كنا بنقول حوالي 15، صح، احنا كنا بنقول الكاونت هنا حوالي 15 مليون لكل ملي لتر، تمام. هنا بقى لو قل عن 20، تمام، قل عن 20 او 15 مليون لكل ملي لتر يبقى اسمه اوليجوز سبيرميا، تمام. اما لو زاد عن 250 مليون لكل ملي لتر يبقى ده ايه، بوليزو سبيرميا، تمام. عندنا بعد كده في حاجه اسمها الاسينو الاسين الاسينوزو سبيرميا، والاسينوزو سبيرميا ديت يعني نقص الموتيليتي، شفت احنا كنا بنتكلم فوق في الموتيليتي بتاعت السبيرم هنا اهو، تمام، قلت لك احفظوا اهم ثلاث ارقام اللي هو اكتر من 32% ده، تمام، اللي هو البروجريسيف موتيليتي، تمام. عندنا حصل بقى نقص فيها الموتيليتي دي بتاعت السبيرم قلت، تمام، يبقى ده اسمها ايه، اسينوزو سبيرميا، تمام. الاسينوزيس بيرميا ديت بتيجي مع ايه مثلا؟ قال لك في ممكن تيجي مع حاجه اسمها الانتي سبيرم انتي بودي، او مع الفاريكوسيل اللي هو الدوالي، تمام، يبقى ممكن تيجي مع الفاريكوسيل وممكن تيجي مع اللي هو الانتي سبيرم انتي بودي، ماشي. عندنا في حاجه اسمها التراتوزو سبيرميا، تمام، تراتوزو سبيرميا ده زياده في الابنورمال فورمز بتاعه السبيرم، تمام، هنشوفها دلوقتي اللي هي ثواني، اللي هي التراتوزو سبيرميا، اهو شوف
عندنا ديت في منها تايب 1 وفي منها تايب 2 وفي منها تايب 3. تايب 1 اللي هو التراتوزو اسبيرميا، اسبيرميا واحد، ده بيبقى ديفكت في يعني في جزء واحد، تمام. اما ده تايب 2 يبقى ديفكت في جزئين زي ما انتم شايفين في الصورة كده الاحمر ده، اما هنا ده اكتر من جزئين، تمام. يبقى ده بيبقى مالتيبل ديفكت في كذا، في كذا ايه، في كذا جزء. شوف ماسك اصلا السبيرم كله، ده اسمها ايه، تايب 3. يبقى عندنا التراتوزو سبيرميا ديت يعني ايه، يقول لك تعريفها ايه، يبقى زياده الابنورمال فورمز بتاعه السبيرمز اللي احنا قلنا اللي بتبقى المورفولوجي، يبقى في ابنورمال مورفولوجي، زياده الابنورمال مورفولوجي، قول اي اي تعريف فيهم الاثنين صح، تمام. عندنا في حاجه اسمها البايو سبيرميا، وقلنا التراتوزو سبيرميا دي بتيجي فين، بتيجي مع الفاريكوسيل او حاجه اسمها الجونادو توكسينز، تمام، جونادو توكسينز. عندنا اللي هو البايو اسبيرميا، البايو اسبيرميا دي تعريفها ايه، قال لك من اسمها كده البايو، يبقى ده حاجات خاصه بالايه، بالوايت بلاد سيلز، يبقى زياده الابنورمال وايت بلاد سيلز في السيمين، تمام. حاجه اسمها اليوكو سايتو اسبيرميا، تمام، اليوكو سايتو اسبيرميا. يبقى عندنا في البايو اسبيرميا دي ابنورمال وايت بلاد سيلز زي دي اهي، ابنورمال وايت بلاد سيلز موجوده فين، موجوده في اللي هو السيمين، تمام. تمام، يبقى التعريفات ده مهمه، ونعيدها تاني بسرعه كده. اول تعريف عندنا اللي هو قلنا ازو اسبيرميا، قلنا بدل ما فيها ازو ديت يبقى ايه، حاجه خاصه بالسبيرم، وا يبقى نافي، يبقى ما فيش سبيرم، تمام، يبقى ما فيش سبيرم. وقلنا ده بيبقى فيه اوبستراكتيف ازو سبيرميا وفانكشنال ازو سبيرميا، تمام، يبقى حاجه خاصه بالتيست. عندنا في الاوليجو اسبيرميا ده بيبقى نقص الايه، الكاونت. عندنا في البولي، البوليزو سبيرميا دي زياده الكاونت. عندنا في الاسبيرميا يبقى مفيش فلويد، تمام، يبقى مفيش فلويد. عندنا بعد كده الاسينو، الاسينوزو سبيرميا، قلنا اسينوزيز يعني ايه، ده حاجه خاصه بالموتيليتي، نقص الموتيليتي بتاع السبيرم. وقلنا بتيجي في الفاريكوز، الفاريجوسيل، واللي هو والانتي سبيرم انتي بودي، تمام. عندنا في التراتوزو سبيرميا ده زياده اللي هو الابنورمال مورفولوجي، تمام، بتلاقي فيه كذا ابنورمال مورفولوجي المفروض ما تكونش موجوده، مش ده الشكل بتاع الطبيعي بتاع مين، بتاع السبيرم، تمام، فتلاقي فيه ابنورمال مورفولوجي، وده بيبقى مع الفاريكوسيل واللي هو الجونادو توكسينز. عندنا بعد كده في اللي هو البايو سبيرميا، قلنا بايو يبقى حاجه خاصه بالوايت بلاد سيلز، زياده الوايت بلاد سيلز، وده بنسميها اليوكو سايتو سبيرميا، تمام. عندنا بعد كده في اللي هو السبيرم فيتاليتي تيست، تمام، السبيرم فيتاليتي تيست. والسبيرم فيتاليتي تيست ده قال لك بنعمل، بنجيب عينه من السيمن وبعد كده نحط عليها ستين، اسم الستين ده اسمها ايه، ايوزين، ايوزين ايه، ايوزين ستين. بتبدا بعد كده اللي هياخد الصبغه، اللي هو واخد الصبغه اللي هو اللي بالاحمر ده، اللي بالاحمر ده واخد الصبغه، تمام، واخد الصبغه، فده اسمه ديد سبرماتوزوا. اما الابيض ده ما خدش الصبغه، تمام، فاسمه اللايف سبرماتوزوا، تمام. يبقى احنا عندنا في حاجه اسمها السبيرم فيتاليتي تيست، عايز اشوف نهول اللي هيعيش والحيوان المنوي اللي هيعيش ونهول الحيوان المنوي اللي هيموت، يبقى ده التيست. عندنا في اللي هو هنجيب عينه سيمن، تمام، المريض هيجيب لنا عينه سيمن وبعد كده نحط عليها الايوزين ستيننج، وممكن تيجي ام سي كيو، تمام، الايوزين ستين، وبعد كده الايوزين ستين لو خد السبيرم اللي هتاخد الصبغه اللي هي هتبقى باللون الاحمر زي ما في الصوره ديت، تمام، هيبقى اسمها الديد سبرماتوزو. اما اللي مش هتاخد الصبغه اللي هي باللون الابيض اسمها ايه، لايف سبرماتوزو. هو ده التيست، يعني التيست عباره عن كده، الكلام كله يعني هايف. عندنا بعد كده في حاجه اسمها الهايبو اوزميتيك تيست. ايه هو كمان الهايبو اوزميتيك تيست ده؟ قال لك بنحط، تمام، بنحط، بنعمل اللي هو بنضيف سوليوشن، يعني بنجيب السمبل برضه، بنجيب العينه بتاعه السبيرم ونضيف عليها هايبوتونيك سوليوشن، تمام، بنضيف عليها ايه، هايبوتونيك سوليوشن، من اسمها اصلا، من اسم التيست اسمه ايه، هايبو اوزموتيك، اللي هو هايبوتونيك ايه سوليوشن، تمام. وبعد ما نضيفه هيبدا اللي هو السبيرم اللي هو هيفضل حي، تمام، هيدايليتد، هيبدا يجمع اللي هو يجمع الوتر ده جواه، تمام، يبقى الوتر هتبدا تتجمع جواه فيزيد في الحجم ويبقى دايليتد، تمام، فيزيد في الحجم ويبقى ايه، دايليتد، وتلاقي التيل بتاعه بقى كويلد زي ما انتم شايفين في الصوره كده، تلاقي التيل بقى ايه، بقى كويلد، ده اسمه ايه، اللايف سبرماتوزوا، السبرماتوزوا اللي هتفضل حيه. اما اللي هتموت، تمام، السبرماتوزوا اللي هتموت ده بتبقى بتلاقي التيل بتاعها زي ما هو شايف سموث،
تمام، بتلاقي سموث تيل، سموث تيل، بتلاقي الديل بتاعه سموث. اما ده بتلاقي اللي، شوف التيل بتاعه عامل ازاي، التيل بتاعه بتلاقيه لافف كده، بتلاقيه كويل. تمام، يبقى عندنا هنا التيست ده عباره عن ايه، اللي هو الهايبو اوزموتيك تيست. الهايبو اوزموتيك تيست ده قال لك بنجيب عينه، عينه من من السبيرم، ونضيف عليها هايبوتونيك سوليوشن، واللي هو اللي هيف اللي هو اللايف سبرماتوزوا هيبدا ان هو اللايف سبرماتوزوا هيبدا ان هو يكبر في الحجم، وياخد الوتر ده بجواه ويكبر في الحجم، ويحصل له ايه، دايليتيشن، ويكبر كده ويبقى كويلد تيل. اما اللي هو الديتي سبرماتوزوا بتلاقيه سموث تيل. تمام، وده عباره عن الهايبو اوزموتيك تيست. تمام، عندنا بعد كده في اذر تيستس، وهديت علينا اسماء بس كده يعني، اللي هو اللي هو ليه في ميل، اللي هو الميل انفيرتيليتي، اللي هو السكروتال الترا ساوند او الترانس ريكتال الترا ساوند. وهنعمل كمان تيستنج للهرمونز، زي ايه الهرمونات اللي هي الخاصه بقى بالهرمونات الجنسيه، زي ايه، التستوستيرون، ال اتش، الاف اس اتش، البرولاكتين، التي اس اتش، الاستراديول، ايه دي امثله ليهم. عندنا بعد كده في البوست ايجاكيوليشن يورين، يورينا يورينلايزز. تمام، البوست ايجاكيوليشن يورينلايزز ده بنستخدمه يعني نقول له بعد ما يحصل ايجاكيوليشن هات لنا عينه يورين وحللها. تمام، هقول له، هتقول لي ليه، اقول لك لان ممكن يكون حصل ريتروجريد، دي بنعملها في حالات الريتروجريد ايجاكيوليشن. تمام، اللي هو زي ما قلت لك فوق، ان ده يعني بدل ما يطلع لقدام، بدل ما الايجاكيوليشن يجي لقدام، لا اجى لورا وراح للمثانه. تمام، وراح للمثانه، فكده بدا يخش في مجرى ايه، مجرى البول، يبقى هيبدا يظهر فين، في البول. عشان كده بقول له اعمل بوست ايجاكيوليشن، يعني بعد ما يحصل ايجاكيوليشن اعمل عينه ايه، هات لي يورين اناليسيز، اعمل لي يورين اناليسيز. تمام، ده في الريتروجريد ايجاكيوليشن. عندنا في جينيتيك تيست، جينيتيك تيست زي ما هستخدمها فين، في اللي هو مثلا زي كلاين فلتر سيندروم، يبقى لازم اعمل جينيتيك تيست. في اللي هو التستيكولار بايوبسي، والتستيكولار بايوبسي ده بستخدمه عشان افرق ما بين الاوبستراكتيف اند فانكشنال ازو سبيرميا. زي ما قلت لكم فوق، في اوبستراكتيف اللي هو عن طريق اللي هو حصل في اللي هو في الباسواي بتاع السبيرم اوبستراكشن، في سواء كان في اللي هو الفاس ديفرنس، او في الايجاكولاتو داكت، او في الميديدم زي ما قلنا. وعندنا في فانكشنال يعني في اللي هو الحاجه اللي بتطلع السبيرم، اللي هي مين، اللي هي التستس نفسها. تمام، او الكلاين فلتر زي ما قلت لكم، ده اسمها الفانكشنال. يبقى عندنا التستيكولار بايوبسي، بايوبسي ده بيفرق لي ما بين اللي هو الاوبستراكتيف وما بين الايه الفانكشنال. تمام، عندنا بعد كده في اللي هو سبيشالايزد سبيرم فانكشن تيست. في شويه تيستات كده خاصه بالايه، بالسبيرم فانكشن، بنشوف الفانكشن بتاعت السبيرم ده، زي الاكروزوم، اكروزومال رياكشن، والسبيرم زونا بليوس ده لما بيخش بقى بيبدا يحوط نفسه كده، الزونا بليوس ده. وعندنا في اللي هي يعني ان هو يقدر يرتبط، يعني السبيرم يقدر يرتبط بالزونا بليوس ده بتاع الايه، بتاع البويضه. تمام، عندنا في اللي هو بعد كده رياكتيف اكسجين سبيشيز. عندنا يبقى عندنا كده في اذر تيستس، وقلنا ده هنعرفهم اسماء بس. عندنا في اول حاجه السكروتال الترا ساوند، وفي بعد كده الترانس ريكتال الترا ساوند، وفيها نعمل للهرمونات اللي هو اللي زي الاف اس اتش والال اتش والتستوستيرون والبرولاكتين والتي اس اتش والاسترادول، ودول هنشوفهم في المحاضرات اللي جايه. عندنا بعد كده في البوست ايجاكيوليشن، وزي ما قلنا ده بتقول له هات لي عينه يورين بعد الايجاكيوليشن مباشره. تمام، عشان لو في ريتروجريد ايجاكيوليشن اقدر اشخصها. عندنا لو في كلاين فولتر هعمل ايه، جيناتيك تيست، هعمل مثلا تستيكولار بايوبس عشان افرق ما بين الاوبستراكتيف اند الفانكشنال ازو سبيرميا. تمام، عندنا بعد كده في اللي هو سبيشالايزد سبيرم تيست فانكشن. وبكده نكون خلصنا اللي هو السيمينوجرام. نعيده كده سريعا، احنا قلنا في الاول كده الباسوي، وقلنا الباسوي سهل يعني بيجي من التستيكلز يروح لمين، للابيديديمز، ومن الابيديديمز يمشي في الفاس ديفرنس، ومن الفاس ديفرنس عندنا في اللي هو السيمينال فيسيكلز، مع الفاس ديفرنس تديني مين، الايجاكولات برودكت، يعدي على البروستات ويبدا يخرج من جسمه عن طريق اليوريثرا، ودي الشكل النورمال واحنا عارفينه يعني بتاع اللي هو الحيوان المنوي. ودي قلنا الارقام، اهم رقم عندنا فيه اللي هو الفوليوم بتاع السبيرم من 1.5 ل 5 مللي. تمام، وقلنا ان الكاونت او الكونسنتريشن برضو مهم، اللي هو اكتر من 15 مليون لكل مللي لتر. تمام، وقلنا الموتيليتي مهمه، اللي هي اكتر من 32%. وقلنا اهم حاجه هنا في الصفحه دي مهمه جدا، لازم يعني تحفظهم، لان مش هينفع ما تحفظهمش، لان هيجي لك حاجه فيهم. تمام، الازو سبيرميا، قلنا ازو يبقى حاجه خاصه بالسبيرم، اما لو قال لك ازبيرميا زي ما انت شايف كده يبقى ده السيمن، السيمن نفسه اللي هو السيمينال فلويد. تمام،
انما ده ما فيش سبيرم. تمام، الاوليجو يبقى اوليجو معرفه يعني ايه قليل، تمام، يبقى السبيرم كاونت قليل. اما البولي، بولي يعني كتير، يبقى السبيرم كاونت كتير. تمام، عندنا في حاجه اسمها الاسينوزو سبيرم، يعني اسينوزو يبقى ده حاجه خاصه بالموتيليتي، تمام، نقص الموتيليتي بتاعت السبيرم. قال لك في التراتوزو سبيرم، يعني والتراتوزو ده حاجه خاصه بالمورفولوجي، يبقى ده ابنورمال مورفولوجي، زياده الابنورمال ايه مورفولوجي. عندنا في البايو سبيرميا والبايو ده حاجه خاصه بالوايت بلاد سيلز، يبقى زياده الوايت بلاد سيلز زي ما انتم شايفين كده فين، في اللي هو السيمن. عندنا بعد كده قلنا في السبيرم فيتاليتي تيست، وده بنشوف بنحط اللي هو بنجيب عينه سيمن ونحط عليها الايوزين ستين، والايوزين ستين بيبدا اللي هو اللي بيبدا اللي ياخد اللون الاحمر يبقى ده ايه اسمه الديد سبرماتوزو. تمام، عندنا بعد كده في اللي هو الهايبو اوزموتيك تيست، وده بنبدا نجيب برضو عينه ونحط عليها هايبوتونيك سوليوشن، واللي هو اللي بيبدا ان هو يلف الديل بتاعه، يلف حوالين نفسه كويل ديتيل، وتلاقيها دايليتد كده، تلاقيها حوالين ما بقى دايليتد وبقى انكريز في الفوليوم، ده اسمه ايه، ده اللي هو اللايف سبرماتوزو. اما اللي بيموت بتلاقيه الديل بتاعه بتلاقيه ايه، بتلاقيه سموث وما بتلاقوش دايليتد ولا حاجه. ودي الاذر تيست زي ما قلنا نعرفهم ايه اسمها. تمام، ده كده اللي هو السيمينوجرام. هنبدأ نتكلم دلوقتي عن الانفيرتيليتي. هنتكلم بقى عن اللي هو الميل انفيرتيليتي اللي هو ايه بالعربي، اللي هو العقم. تمام، يبقى عندنا العقم. هنبدأ نتكلم انترودكشن كده سريعة، كلام كله واخدينه قبل كده، ان التستس بتتكون من اتنين فانكشنال كومبارتمنت، اللي هو زي ما قلنا بتبقى فيها سيمينيفرس تيبيول زي ما انتم شايفين كده، ده السيمينيفرس، هي دي، ده السيمينيفرس تيبيولز. تمام، ده كده كل واحده فيهم سيمينيفرس تيوبيولز. تمام، السيمينيفرس تيوبيولز ده بتحتوي على ايه، بتحتوي على اللي هو زي ما انتم شايفين كده اللي هو الجيرم سيلز. تمام، اللي هو الجيرم سيلز ايفولوشن، وكمان السيرتولي سيلز، بتحتوي كمان على السيرتولي سيلز، وهنعرف وظيفه السيرتولي سيلز دلوقتي. عندنا فيها بقى انترستيشيال كومبارتمنت، وده بيبقى فيها اللي هي دي ما بين الخلايا، تمام، وبعضها كده انترستيشيال. تمام، انترستيشيال كومبارتمنت، وده بيبقى فيها اللي هو اللايدنج سيلز اللي بتطلع لنا التستوستيرون، هنشوف دلوقتي بتطلع لنا التستوستيرون. يبقى عندنا في التستس بتتكون من جزئين، جزء اسمه السيمينيفرس تيبيولز، والسيمينيفرس تيبيولز دي بيحتوي على الجيرم سيلز والسيرتولي سيلز. تمام، اما الانترستيشيال بيبقى حاجه اسمها الليدنج سيلز اللي هتطلع لي مين، التستوستيرون. عندنا اللي هو الميكانيزم بيبدا كده، الهايبوثالاموس دي المركز من فوق، تمام، هايبوثالاموس هتطلع لي حاجه اسمها جونادو، اللي هو الجنادل هرمون. تمام، الجنادل هرمون، هيبدا الجنادل هرمون دي يعمل استيموليشن لمين، للبيتيوتري، البيتيوتري جلاند، هيبدا يعمل لي ايه استيموليشن للي هو البيتيوتري جلاند. البيتيوتري جلاند تبدا تطلعني الانزيمين بتوعها الخاصين، الخاص بايه، باللي هو الجهاز التناسلي كده. عندنا في اللي هو الاف اس اتش، ومن اسمه كده اس، في اس يبقى هيبقى خاص بمين، بالسيرتولي سيلز، هيعمل ستيميوليشن للسيرتولي سيلز عشان تطلع لي مين، تطلع لي اللي هو الاندروجين بايندنج بروتين وحاجه اسمها الانهبين. طب اللي هو ال اتش من اسمه، في ال يبقى دي هينشط لي مين، الليدنج سيلز عشان تطلع لي زي ما قلنا تطلع لي ايه التستوستيرون، ويبدا التستوستيرون يرتبط مع مين، يبدا يرتبط مع اللي هو الاندروجين بايندنج بروتين اللي طلعته السيرتولي سيلز عشان يروح للسيمينيفرس تيوبيولز وينشط لعمليه ايه، السبرماتوجينيسيس اللي احنا هنتكلم عنها دلوقتي. تمام، عشان اللي هو السبرماتوجينيسيس ده عمليه تكوين ايه، ممكن يقول لك عرفها لي، يبقى ده عمليه تكوين السبيرم. تمام، ده عمليه تكوين مين، السبيرم. يبقى عندنا من الاول تاني كده بسرعه، عندنا في التستس بتتكون من جزئين، جزء اللي هو اسمه السيمينيفرس تيوبيولز، والسيمينيفرس تيوبيولز دي بيبقى فيه اللي هو الجيرم سيلز والسيرتولي سيلز. اما الانترستيشال اللي ما بين الخلايا بقى، انترستيشال دي يعني ما بين، تمام، ان هو ما بين الخلايا بيبقى بيحتوي على الليدنج سيلز اللي هتطلع لي التستوستيرون. قلنا الهايبوثالاموس بيبدا يطلع لي اللي هو الايه، الجونادل ريليزنج هرمون، بعد كده يبدا ينشط لي اللي هو البيتوتري جلاند، تطلع لي هرمونين الاف اس اتش والال اتش. الاف انا معلم لك بالاصفر اهو، الاف اس اتش في اس، يبقى هينشط لي مين، السيرتولي سيلز اللي فيها اس. السيرتولي سيلز دي وظيفتها ايه، قال لك وظيفتها انها بتطلع لي الاندروجين بايندنج بروتين اللي هيرتبط مع التستوستيرون اللي هو جاي منين، جاي من الليدنج سيلز، وقلنا الليدنج سيلز ال يبقى ايه اللي بينشطها مين، ال اتش، وبتطلع لي برضو الانهبين اللي هو مين، اللي هو السيرتولي سيلز. قلنا بقى اللي هو اهو السطر ده اللي هو الاندروجين بايندنج بروتين بيرتبط مع اللي هو
بيحمل اللي هو التستوستيرون ويروحوا للسيمينيفرا ستيبيولز عشان ينشطوا لنا مين؟ السبرماتوجينيسيس اللي هنتكلم عنها حالا. عندنا برضو السيرتولي سيلز، السيلز ديت من وظيفتها انها بتعمل بارير، واسم ال بتعمل لنا بارير كده اسمه اللي هو بتشارك يعني في البلاد تستيكولار بارير، تمام؟ في حاجه اسمها البلاد تستيكولار بارير، يبقى هي بتطلع لي اللي هو الاندروجين بايندنج بروتين والانهبين، وممكن تشارك في البلاد تستيكولار بارير. نيجي نتكلم بقى عن الاسبرماتوجينيسيس، ودي كنا واخدينها قبل كده يعني في اللي هو الثانويه. عندك اول حاجه احنا هنبدا ب الاسبرماتوجونيا، تمام؟ الاسبرماتوجونيا دي بتبقى 46 كروموسوم. بالانقسام الميتوزي يبقى عندنا ميتوزيس، بتبدا تتحول لبرايمري اسبرماتوسايت، بتبقى 46 كروموسوم برضو، تمام؟ لانها انقسام ميتوزي، تمام؟ عندنا بعد كده بالميوزيس، يبقى لما دخلنا بقى في انقسام ميوزي يبقى يبدا تتقسم بقى، هتخش في سكندري سبرماتوزوا اللي بيبقى 23، لانها خلاص حصل لها انقسام ميوزي، تمام؟ اللي هي بتبقى 23 كروموسوم. يبدا اللي هو السكندري سبرماتوسايت يتحول لسبرماتيد، والسبرماتيد بالسبرميوجينيسيس يتحول لايه؟ للي هو سبرماتوزوا، تمام؟ يبقى عندنا ده تاني، يبقى ده السبرم، ده اصلا ده السبرماتوجينيسيس، واحنا واخدينه قبل كده كتير يعني. يبقى عندنا خدناه في الثانويه وخدناه قبل كده برضه في الكليه على فكره. يبقى عندنا هنا ايه هو الاسبرماتوجينيسيس؟ عندنا اول حاجه اللي هو الاسبرماتوجونيا، تمام؟ الاسبرماتوجونيا اللي هي بتبقى 46 كروموسوم، بتتحول بالانقسام الميتوزي الى ميتوزيس، الى ايه؟ الى اللي هو البرايمري اسبرماتوسايت. البرايمري اسبرماتوسايت بتبقى 46 كروموسوم برضو، بالانقسام الميوزي هتبدا تنقسم بقى ل 23 كروموسوم، اللي هو مين؟ السكندري اسبرماتوسايت. السكندري سبرماتوسايت اللي هي 23 كروموسوم هتتحول لسبرماتيد اللي هو هيبقى 23 كروموسوم برضه، والسبرماتيد بالسبرميوجينيسيس اللي هنعرفها دلوقتي من ضمن التعريفات المهمه، بالسبرماتوجينيسيس هتتحول لايه؟ بالسبرميوجينيسيس، اسف، بالسبرميوجينيسيس هتتحول لمين؟ للي هو السبرماتوزو. ايه هو بقى السبرميوجينيسيس؟ احنا عرفنا السبرماتوجينيسيس فوق ان هي عمليه تكوين مين؟ تكوين اللي هو السبرماتوزو، تمام؟ ماشي. طب ايه هي الاسبرميوجينيسيس؟ قلنا الاسبرميوجينيسيس ده اللي هو تشينج في الشيب، اللي هو حاجه اسمها الميتا اللي هو الميتا مورفوزيس، اللي هو تغير في الشكل بتاع الاسبرماتيد عشان يتحول لايه؟ لاسبرماتوزو. يبقى عندنا الخطوه ده، تمام؟ الخطوه دي، الخطوه دي اللي هو التحويل ده لده اللي هو الاسبرماتيد للاسبرماتوزو، دي بتبدا في تغير في الشكل كده من في الاسبرماتيد ويقوم متحول لسبرماتوزو، دي اسمها سبرميوجينيسيس. اما العمليه كلها اسمها سبرماتوجينيسيس. عندنا في حاجه اسمها السبرمييشن. ايه هي السبرمييشن؟ يبقى ده اللي هو الريليز بتاع السبيرم من الابيديديمز، تمام؟ ان السبيرم يطلع من الابيديديمز ده اسمه ايه؟ اسمها سبرمييشن. يبقى تفرق ما بين الثلاث تعريفات دول، لان بيلبخوا في الايه؟ في الامتحانات وفي الاختيارات. يبقى عندنا سريعا كده الاسبرماتوجينيسيس بسرعة، والتلات تعريفات قلنا أول حاجة بنبدأ بها الاسبرماتوجونيا. الاسبرماتوجونيا بتبقى 46 كروموسوم، بالانقسام الميتوزي تبدأ تتحول لبرايمري سبرماتوسايت، بالانقسام الميوزي تبدأ تتحول لسكندري سبرماتوسايت، بتبقى 23 كروموسوم. بعد كده تتحول لسبرماتيد، والسبرماتيد بالسبرميوجينيسيس تتحول اللي هو يعني تغير في الشكل، يبدأ يتحول لسبرماتوزوا. قلنا إيه هي الاسبرماتوجينيسيس؟ اللي هي عملية تكوين مين؟ السبرماتوزو. طب ايه هي السبرميوجينيسيس؟ هي ميتامورفوزس او التغير في الشكل للسبرماتيد عشان يتحول لسبرماتوزو. طب ايه هي السبرمييشن؟ السبرمييشن ده بيبقى الريليز بتاع السبرم منين؟ من الابيديديمز، تمام. عندنا بعد كده نخش بقى في الانفيرتيليتي اللي هو المفروض عنوان المحاضره. احنا كل دي كنا بندي مقدمه، تمام؟ اللي هو اتكلمنا في السيمينوجرام في اول المحاضره الاولانيه، والمحاضره الثانيه دخلنا في الانفيرتيليتي وقلنا المقدمه اللي احنا لسه قايلينها دلوقتي. ايه هو بقى الانفيرتيليتي ده؟ قال لك بيبقى اللي هو a child less marriage after at least 1 year of regular unprotected sexual relation. يعني حصل كذا شك sexual relation في علاقة حصلت كذا مرة على الأقل 1 year، تمام؟ وبتبقى منتظمة، تمام؟ و unprotected كمان، يعني عشان مثلا يعني ما تقولش إنها protected، فعشان كده ما جاش a child، ما بقول لك a childless marriage، تمام؟
ما فيش اطفال بتيجي ليه؟ بسبب ان في عقم اصلا infertility. تمام، يبقى عندنا تعريف ايه؟ تعريف ايه هو تشايلد ليس ماريج. تمام، افتر ات ليست 1 يير اوف ريجولار unprotected سيكشوال ريليشن. حصل كذا سيكشوال ريليشن منتظم على الاقل سنه بس ما فيش اي اطفال اجت. تمام، عندنا اول حاجه اللي هو الاسباب. ايه الاسباب بتاع الانفيرتيليتي؟ قال لك الانفيرتيليتي ممكن يكون احنا عندنا التستس. تمام، التستس دي في قبلها وفي بعدها. اللي قبلها اسمها البري، اللي قبلها اسمه ايه؟ اللي قبلها اسمه البري تستيكولار كوز. ايه هي البري تستيكولار كوز؟ اللي هو حاجات خاصه بالهرمون. تمام، هو البدايه بتبقى هرمونات. تمام، فتبقى هرمونال او سيستميك ديس اوردر. يبقى عندنا البري تستيكولار كوزس، يبقى اسمها ايه؟ هرمونال اور سيستميك ديس اوردر. عندنا بعد كده بقى ايه هي بقى التستيكولار كوزس، الحاجات الخاصه بالتستس بقى. قال لك ممكن يكون كونجينيتال، يعني ممكن يكون في ديس اوردر كونجينيتال في التستس. زي ايه؟ زي الكلاين فلتر سيندروم زي ما قلنا، واللي هو السيرتولي سيلز اونلي سيندروم، واللي هو اللي هو الكريبتو كيديزم. تمام، عندنا في التروماتيك، اعرف بس الكلاين فلتر سيندروم ده اهم حاجه في الكونجينيتال. تمام، عندنا في التروماتيك اهم حاجه فيها اللي هو الايه، الجونادوتوكسين والايراديشن، والثلاثه دول مهمين على فكره، اللي هو الهيت اكسبوشر والايراديشن والجونادوتوكسينز. طب الانفلاماتوري زي المامبس. تمام، النيوبلاستيك زي التيومرز، في التيومرز اللي بتيجي في التستس. عندنا بعد كده اللي هو الفاسكولار زي ايه، زي الفاريكوسيل. تمام، دول اهم الامثله. يبقى عندنا هنا الوقت احنا قلنا في قبل التستس اسمها ايه؟ بري تستيكولار. ايه هم اللي هم الهرمونات؟ ده قبل ما نبدا في التستس في هرمونات بتنشط الاول، فممكن يكون في مشاكل في الهرمونات دي نفسها هي اللي عامله الانفيرتيليتي. ممكن يكون مشاكل في التستس نفسها هي اللي عامله الانفيرتيليتي. ايه هي المشاكل في التستس؟ ممكن تكون كونجينيتال، مولود كده زي الكلاين فلتر سيندروم. تمام، ممكن يكون تروماتيك. تمام، تروماتيك نتيجه مثلا هيت اكسبوشر، تعرض للحراره بس يعني الكميه الزايده. وممكن يكون جونادو توكسينز، وممكن يكون يعني حصل الراديشن. تمام، علاج بالاشعاع مثلا الراديشن. عندنا في اللي هو انفلاماتوري زي المامبس. تمام، ممكن يكون نيوبلاستيك زي التيومر اللي بيجي فين، في التستس، او فاسكولار اللي هو الفاريكوسيل. تمام، الفاريكوسيل. وعندنا في اللي هو بوست، احنا قلنا كده اتكلمنا عن البري واتكلمنا عن التستس، بعد كده البوست، بعد كده ايه اللي هو البوست تستيكولار كوزس. ايه هي البوست تستيكولار كوزس؟ اللي هي ما بعد التستس بقى. قال لك في ممكن ميكانيكال انفيرتيليتي، ممكن يكون اوبستراكتيف مثلا، حصل اوبستراكشن زي ما قلنا في اللي هو مثلا بعد ما طلع من التستس المفروض يخش على الابيديديمس، حصل اوبستراكشن المفروض يخش على مثلا فاس ديفرنس، فحصل اوبستراكشن في المسار ده. تمام، اوبستراكتيف انفيرتيليتي. وممكن يكون ميكانيكال نتيجه تروما او غيره، وممكن يكون اميونولوجيكال، حاجات خاصه بالانتيبودي الانتيبودي وكده. تمام، يبقى عندنا في احنا قلنا ايه الكوزس، قسمناها في بري تستيكولار قبل التستس، وفي بوست تستيكولار بعد التستس، وفي تستيكولار. تمام، اللي قبل التستس قلنا الهرمونات. تمام، اللي في التستس قلنا في كونجينيتال وتروماتيك وانفلاماتوري ونيوبلاستيك وفاسكولار. طب بعد التستس قلنا في ممكن يكون ميكانيكال او اوبستراكتيف انفيرتيليتي او امينولوجيكال انفيرتيليتي. خش بعد كده على ايه الدايجنوزيس، عايزين نعمل دايجنوزس للي هو العقم ده او الانفيرتيليتي. قال لك في اول حاجه هتبدا تاخد هيستوري. تمام، والهيستوري دي بتبقى تعرف نوع الانفيرتيليتي والديوريشن بتاعه كان امتى، وعندنا تسال العيان عن مهنته مثلا، واللي هو المكان اللي عايش فيه وكده، البيئه اللي هو عايش فيها. وعندنا في اللي هو السبيشال هابتس، مثلا تساله انت بتدخن يعني بتشرب الكحول مدمن كده. عندنا في ميديكال هيستوري، مثلا عنده اندسندد تيستس ممكن يكون هي سبب العقم. عندنا تساله عن الدراج هيستوري، ممكن يكون بياخد انتي اميتيك انتي مايتوتكس اسف او استروجين. تمام، برضو اساله عن لو كان عامل عمليه قبل كده، ممكن يكون عامل انجواينال هيرنيوتومي مثلا، والانجواينال هيرنيوتومي ديت اتسببت في ان حصل انجري في الفاس ديفرنس. تمام، فممكن يعمل له عقم. عندنا تساله برضو عن السكشوال هيستوري، يعني هو مثلا سن البلوغ بتاعه امتى، تساله حكا يعني بيعمل اللي هو السكشوال انتركورس، يعني عدد مرات اللي هو السكشوال انتركورس اللي هو بيعملها.
عندنا في عنده اركتايل ديسفانكشن ولا لا، وده هنتكلم عنه في محاضره لوحده. عنده بريماتوريتي ايجاكوليشن برضه، وده هيبقى في محاضره لوحده تساله برضه، يعني تشوف عنده ولا لا. يبقى عندنا اول حاجه كده هيستوري، يبقى كل ده امثله لايه يعني، دي حاجات هتساله هو في المريض. لازم اي مريض يخش عليك لازم تاخد منه الهيستوري، تمام؟ هيفيدك كتير، واهم حاجه في التشخيص يعني ايه الهيستوري. يبقى قلنا بتساله بتعرف اللي هو الطيب والديوريشن بتاع الانفيرتيليتي، تساله عن المهنه واللي هو البيئه اللي هو عايش فيها، تشوفه بيدخن بيشرب الكحول مدمن ولا لا، تشوف الميديكال هيستوري مثلا ممكن يكون عنده اندسندد تيست، وتشوف الادويه ممكن يكون بياخد ادويه هي اللي عامله له العقم ده، تشوف ممكن يكون عامل عمليه قبل كده اثرت مثلا على مسار من المسارات وحصل فيه اوبستراكشن وانجري، تشوف اللي هو السكشوال هيستوري بتاعه يعني بلغ امتى، مش عارف عدد مرات اللي هو السكشوال انتركورس اللي بيعملها مع الزوجه، اللي هو عندنا فيه الايركتايل ديس فانكشن، ممكن يكون عنده ايركتايل ديس فانكشن، ممكن يكون عنده بريماتيور ايجاكوليشن كده. عندنا بعد كده تخش بقى في الكلينيكال، بقى الكلينيكال اكزامينيشن. ايه هو الكلينيكال اكزامينيشن اللي بتعمله للمريض ده؟ قال لك في جنرال وفي لوكال. الجنرال اللي هو بتشوف اللي هو الميل سكندري سيكشوال كاركترز زي ايه مثلا، زي اللي هو الهير ديستريبيوشن في الجسم، تشوف الفويس صوته ناعم ولا خشن، تشوف اللي هو الماسل ديفلوبمنت، تشوف الماسلز بتاعته والفات ديستريبيوشن كمان والطول بتاعه، تمام؟ يبقى عندنا ده اسمها الميل سكندري سيكشوال كاركترز. بتبدا بعد كده تشوف عنده جاينيكوماستيا ولا لا، تمام؟ تشوف عنده جاينيكوماستيا ولا لا، ممكن يكون زاد عنده الهرمونات بتاعت الفيميل، تمام؟ يبقى عندنا في اول حاجه الكلينيكال اكزامينيشن، هتعمل جنرال اكزامينيشن ولوكال اكزامينيشن. الجنرال يبقى هتشوف الخصائص بتاعت الميل عنده ولا لا، وتشوف عنده جاينيكوماستيا ولا لا. طب اللي هو اللوكال بقى، تبدا تبص على البينس، ممكن يكون عنده هايبو اسبيدياس او ايبسبيدياس، اللي هو الفتحه بتاعت اليوريثرا بقت فوق، يبقى اسمها ايبسبيدياس، او بقت تحت، تمام؟ يعني ما بقتش قدام زي ما ده الطبيعي اللي هي بتبقى ايه الفتحه قدام، اما لو بقت فوق يبقى اسمها ايه ايبسبيدياس، لو بقت تحت يبقى اسمها هايبوسبيدياس، ودي انوماليز، تمام؟ يبقى عندنا تشوف البينس ممكن يكون في هايبوسبيدياس او ايبسبيدياس. طب التستس، تشوف الحجم بتاعها وتقارنها وتطابقها بالاخرى، عندنا في اللي هو الايه الكونسستنسي، تمام؟ طب الايبيديديمس، تشوف في اوبستراكشن ولا لا، والنوديولاريتي، تمام؟ الفاس ديفرنس نفس الكلام، تشوف فيه اوبستراكشن ولا لا، او تشوف ممكن يكون فيه انفكشن بالتي بي. عندنا بعد كده اللي هو الاسبرماتيك كورد، ممكن يكون فيه اللي هو الفاريكوسيل، تمام؟ عندنا بتعمل اكزامينيشن حاجه اسمها البي ار اكزامينيشن للبروستات والسيمينال فيسيكل، بتبدا ان انت ايه تحس البروستات والسيمينال فيسيكل، بس السيمينال فيسيكل ما بتتحسش، تمام؟ طبيعيا ما بتتحسش، لو انت حسيتها يبقى اكيد في ليجن هنا، يبقى اكيد في انفلاميشن، او السيمينال فيسيكل بدات تكبر يبقى اكيد في اللي هو ليجن، تمام؟ يبقى لو حسيت اللي هو سيمينال فيسيكل يبقى اكيد في ليجن هنا، يعني في الطبيعي ما بتتحسش، اما البروستات بتتحس عادي. يبقى دي حاجه اسمها البي ار ايه البي ار اكزامينيشن للبروستات والسيمينال فيسكل. ممكن تعمل بقى السيمين اناليسيز، اللي هو اللي احنا لسه متكلمين عنه فوق، اللي ما شاء الله محاضره كامله عن السيمينوجرام اللي هو السيمين اناليسيز. تعمل هرمونال ايه ايفالويشن، تبدا تشوف بقى مستوى الاف اس اتش، ال اتش، التستوستيرون والبرولاكتين. احنا قلنا فوق برضه ان انت لازم تعمل تيستس، قلنا شويه تيستس كده انا قلت لك اعرف اساميهم بس، وده برضو حتى الوقت حتى الان هتعرف اساميهم بس مش مطالب بيهم، يعني ان انت عندك تبدا تقيس بعض الهرمونات زي الاف اس اتش، ال اتش، التستوستيرون والبرولاكتين، وده اللي هو الدايجنوزس. يبقى الدايجنوزس بتاع الانفيرتيليتي، الانفيرتيليتي تاني على السريع كده. قال لك في اول حاجه تبدا تاخد هيستوري من المريض، الهيستوري ده تشوف اللي هو الطيب والديوريشن بتاع الانفيرتيليتي، الاكيوبيشن تشوف اللي هو المهنه واللي هو الريزيدنس، وبعد كده السبيشال هابتس تشوفه بيدخن او الكحوليك او مدمن ادكشن. عندنا في اللي هو الميديكال هيستوري، تشوف بقى ممكن يكون عنده اندسندد تيستس، اللي هو الدراج هيستوري ممكن يكون بياخد انتي مايتوتكس او استروجين. السيرجيكال هيستوري ممكن يكون عامل انجواينال هيرنيوتومي وعامل له انجري في الفاس ديفرنس، تمام؟ عندنا في اللي هو السيكشوال هيستوري برضو، تشوف بلغ امتى، عدد مرات اللي هو السيكشوال انتركورس، اللي عنده ارتاتس فانكشن مثلا، عنده بريماتور اكتيجاكيوليشن، وهنقولهم في المحاضرات الجايه. عندنا بعد كده الكلينيكال اكزامينيشن في جنرال، وقلنا بتشوف اللي هو الخصائص بتاعت الميل سكندري سيكشوال كاركتر، واللي هو تشوف عنده جاينيكوماستيا ولا لا، اللي هو بيبقى عنده في لارج ايه لارج بريست كده في الميل، تمام؟ ده اسمها دي بتبقى علامات الجاينيكوماستيا. عندنا بعد كده اللوكال، بتبدا تشوف البينس ممكن يكون في هايبوسبيدياس او ايبسبيدياس، هي اللي عامله له العقم ده. ممكن يكون عندنا في التيست تشوف السايز والكونسستنس والطبقه بالاخرى،
تمام. عندنا بعد كده الابيديديمس ممكن يكون فيها اوبستراكشن، فاس ديفرنس ممكن يكون فيه اوبستراكشن، عندنا في اللي هو الاسبرمات، الاسبرمات الكورد شوف ممكن يكون فيه فاريكوسيل. عندنا بعد كده البي ار، البي ار اكزامينيشن هتعمل بي ار اكزامينيشن للبروستات والسيمينال فيسيكل، وقلنا ان السيمينال فيسيكل ما بتتحسش، ولو حسيتها تحت ايدك يبقى ده كده اكيد فيها حاجه غلط وفيها انفلاميشن وليجن. تمام. عندنا قلنا بتعمل سيمين اناليسيز اللي هو اتكلمنا عنه في السيمينوجرام. عندنا في اللي هو تعمل هرمونال ايفالويشن، وده بتقيس اللي هو الاف اس اتش والال اس والال اتش والتستوستيرون والبرولاكتين. وبكده نكون خلصنا المحاضرة الأولى في الأندرولوجي اللي هي عبارة عن السيمينوجرام، واتكلمنا عن الميل انفيرتيليتي. والمحاضرة الجاية إن شاء الله هنتكلم عن الإراكتايل ديسفانكشن، والمحاضرة اللي بعدها تبقى محاضرة صغيرة إن شاء الله، يعني ممكن ما تاخدش أكتر من ربع ساعة أو تلت ساعة بكتير، اللي هي هنتكلم عن البريماتور ايجاكوليشن. وبكده نكون خلصنا الدرماتولوجي كله عموما والاندرولوجي اللي هو بيبقى 3 محاضرات للاندرولوجي. تمام. وفي النهاية بالتوفيق.